سؤال غريب. ألو. بهالفيديو حاولت ولو بشكل بسيط أوصل لنفسيات الناس اللي عايشين حولي أو الأشخاص اللي أنا بعرفهم. انصدمت بكمية الردود وانصدمت قدي الحياة ممكن تكون قاسية في بعض الأحيان وقدي ممكن تكون حلوة كتير في بعض الأحيان حتى في أسود حالاتها. هترككم مع هذا الفيديو، حضروا للأخير، بتمنى ينال إعجابكم. ألو إيه ماما. ماما أنت كيف نفسيتك؟ كتير متضايقة؟ هلا هالشيء ما هي الصحة النفسية بتيجي من ايش؟ من ايش؟ من البلاوي اللي حواليها. الواحد بيرتاح نفسيا لما احس ان واحد من ولادي على الاقل باكك متك، وانا ما بدي يدي حيلة. لما تحس ان نفسك انت واحد صار بحمل ثقيل على الكل، اكيد نفسيتك بتتعب. لكن بتضل الواحد تفكيره شغال، ويا ترى ويا ترى هذا هيحصل في ايه وده هيحصل في ايه وده. الله كريم يا ماما، شكرا على مداخلتك معنا. الو. ضحى شو اخبارك؟ لا الحمد لله بخير. طيب بدي اسالك، انت كيف نفسيتك؟ مش تمام. مش تمام؟ اه. اشمعنى؟ نفسيتي حاليا لا مش كويس. لا البيت ولا الفلوس ولا شغل؟ العلاقات. علاقات؟ بس قد ايه صعبة انه تكون عم بتمر بأزمة نفسية بسبب علاقات؟ خصوصا لو الوحدة مقصرة اكثر مع العلاقات، يعني تكون وحيد وعلاقاتك بايظة. واصحابك؟ مفيش حدا مقرب. ما في حدا بخفف من وطأة الوحدة؟ لا. طب شو بتعملي عشان تطلعي من اللي انت فيه هلا؟ بحاول اخرج، بحاول اشوف اكتر حاجه بتبسطني واعملها، زي ما انت تفضل اول مثلا ولقيت في السينما. اوكي يا ضحى، شكرا على سؤالك، شكرا على الاتصال. الو هاي، معك حمدي. سلمى انت كيف نفسيتك؟ الحمد لله. كيف حاسه؟ كيف الدنيا معك؟ ليه ايش مو لطيف فيها؟ ايش يعني انتشرت وكبس الشغل وركات بركات الحمد لله. احكي لك انه ديري بالك على حالك وانتبهي لنفسك كتير، اهتمي بصحتك النفسية، take care of everything. يعني هذا اخر خبر يجي يحكي لي هذا الحكي، لانه اريد بعمله ولكن بدي اهدى واكون كتر قاطع العالم. حكيت لك عم بحاول. شو معناها؟ يوصل. مع السلامة. هي عيطت. ألو هاي، كيفك روز؟ شو أخبارك؟ معك حمدي. روزان بدي أسألك، كيف نفسيتك؟ والله يعني كنفسية أمجد، بس بحاول أضبط الدنيا بخصوص الفلوس والسلاري وكده. بس بدي أقول لك إنه انتبهي لنفسك، ديري بالك على حالك. ثانك يو. باي باي. باي. يا مساء الخير. سنية معك حمدي. حياك الله، مين حمدي؟ ومين غيرك حمدي؟ انت انا بقول. كيف نفسيتك يا صديقي؟ نفسيتي الحمد لله، مرة بخير. والله صحتي النفسية أنا الحمد لله كله تبع بخير. ضمن الواحد المعلم عايش ومبسوط مستور. صحتي النفسية تمام. طب انت ايش وجهة نظرك عن مستور؟ عن ايش؟ عن مستور، انه الواحد يكون مستور. مستور ماكل شارب نايم وحارب الحقوق. والله عندك حق، شارب نايم وما في وراي. اذا بدك توجه كلمة هيك باخر الفيديو للناس، ايش بتحكي لهم؟ دنيا قصيرة، بعيش ومبسوط. ثانك يو كثير حبيبي. يلا مع السلامة. مع السلامة. الو مساء الخير. مساء النور. كيفك عمو؟ شو اخبارك؟ اهلا
علينا مرحبا. معك حمدي صاحب مؤمن. هلا انا متصل فيك بصراحه لاسالك سؤال واحد، كيف نفسيتك؟ نفسيتي زي العسل. عن جد؟ ايوه. كيف شايف الحياه؟ كيف متغير عليك الدنيا؟ زيك احسن من كان ما فيش حد. والله انا كثير سؤال غريب. انا كثير مبسوط بصراحه انه سمعت صوتك وانه عم تحكي لي هيك بصراحه. ليش السؤال هذا عمي؟ فعم بسال الناس عن كيف نفسياتهم، وعم بيساعدني في مؤمن هو اللي عم بيصور. لا يا عمي، انا شوف اقول لك حاجه، كل ما الانسان ارتقى تفكيره يكون دائما مع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون الدنيا يكون هكذا، فلا لا تسمن ولا تغني. الصحة النفسية هي من أهم الأشياء اللي لازم نعززها بحياتنا، مش عشان هي رفاهية بل لأنها إلزامية. الصحة النفسية هي واحدة من الأشياء اللي ممكن يسببوا لنا المرض، وببعض الأحيان لا قدر الله الوفاة. أنا مش عم بمزح، الصحة النفسية كتير مهمة، لهيك حاولوا دائما تعززوها، اعملوا أشياء بتحبوها حتى لو مرة بالأسبوع، غيروا مودكم حتى لو 10 دقايق باليوم، قابلوا ناس بتحبوهم، احكوا مع ناس بيحبوكم عشان تقدروا أنكم تعززوا ولو شوي من صحتكم النفسية. بنهاية هذا اليوم أنا بدي أحكي لكم كلكم، انتبهوا لنفسكم، لقوا ناس بتحبوهم وبيحبوكم يضلوا حواليكم عشان تقدروا دائما تضلوا معززين صحتكم النفسية.